عزيز صويحبو بالصورة ما خليه، عزيز صويحبي وبالصورة ما خليه، وغدر بي ونسيته وصحبته ترفضها. اللي يقلب صفحة مو معناها ينسى الفات، اللي يقلب بالكتاب الصفحة يحفظها. أعزائي مشاهدي برنامج جواهر، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وجوهر جديد ومبدع جديد. الجديد دائما حكيم الفريجي حبيبي، حياك الله استاذ حكيم واهلا وسهلا بك. شكرا على الدعوه الكريمه، كلك شرف. حياك الله. الله يسلمك، الله يخليك. حياك الله. ان شاء الله اكون عند حسن ظنك. انت دائما عند حسن الظن في الدول عمرك. حياك الله انت وابتسامتك وطيبتك وانسانيتك. الله يستر عليك. احلى شيء بيك دائما الابتسامه، مو في دور روح لك اللي نعرف بها حكيم قبل الشعر. الحمد لله وشكرا. مو الحمد لله وشكرا. تحيه لك، تحيه طيبتك، تحيه لانسانيتك، تحيه لابداعك. الله يسلمك. شلون العماره حكيم؟ والله الحمد لله بخير. فوز خدك. الله يخليك في دول عمرك. انت من العماره وين؟ بالمجر. بالمجر. المجر الكبير. طقوس المجر، منتديات المجر. ايه؟ مستمره؟ موجوده منتديات واماسي. اشهر منتدى بالمجر؟ منتدى عبد الله منشد. اي هنا اثنين منتديات بالمجر. زين. اثنين واصلات. ايه. اي واصلات، يعني منتدى المجر الكبير. هم واصل وجاي يسوون اماسي ومهرجانات وكلش توصل. اها كلش توصل. احنا خلينا نسولف بابداعك اللي وصل لنا في دول عمرك. خلينا نسمع منك. الله يسلمك يا حبيبي، في دول قلبك خادم. رجاءً لحد قباله يجي باسمه، خلونا بعد كل واحد بهمه. رجاءً لحد قباله يجي باسمه، انتهت. خلونا بعد كل واحد بهمه. زين. وسلموا له علي. اي لا والله لا تسلموا. ها هيك؟ لا انا اعرف يقول كم الله لا يسلم. الله. وقلوا له لا، رجاءً لحد قباله يجي باسمه، دخلونا بعد كل واحد بهمه. زين. وسلموا له علي. لا والله لا تسلموا. لا انا اعرف يقول كم الله لا يسلم. ها قلوا له طحت من عينه طيحه ماي. ها مو طيحه خرز ويد النقيل منه. الله. واخذوا له هذن من عد كم كلمه. ايه خلوه ينتبه ويكون عد علمه. زين. اللي يريد يظل يظل. ايه اللي يروح الله وياه. الله وياه. واحد يفرض على الناس هم زحمه. ها وبعد ما ظل صبر. ايه مليت انا انسان. زين. مو يحايط وياه الجاي يثلمه. الله. جرف جبت العمر ويناس اصلهم روج. الله 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 الله. جرف جبت العمر ويناس اصلهم روج. ايش ما احميهم ويجازون بهدمي. الله. ايش ما احميهم ويجازون بهدمي. زين. غشيم انا كنت ما عد عرفه وراي. يا هل طاح يمه تلطخ بدمي. الله. يوميه يجون بخبر راح فلان. خوش. وشفناه يضحك. ايه؟ ويا اجت لمه. هسانش علي. زين. انتش عليك شلون؟ ها شاياه اللي سماه فارس الحلم. الله. وي صدق سميته بس ما طلع فارس، لا طلع ورده اللي يجي والرايح يشم. الله. طلع ورده اللي يجي والرايح يشم. زين. وهسان غلطت. ايه؟ واعتذر واسف حيل. بعد ما عيتها وهذا وعد زلمه. وإذا تقلوا لي من عدة تبرة تريد شابوي أنا شنه ابن أمه ابن عمه. الله. إذا تقلوا لي من عدة تبرة تريد شابوي أنا شني ابن أمه ابن عمه. زين. قبل صح لي يقول له نساء أنا علبيه، بس هسه لي يقول له نساء طير أحمد. الله. وقران الفاتح. زين. وادعي له ويله وروب. ايه. وبوسنا مثل ما بوسنا النعمة. الله. اي عم لأن من عدة شفت هموم ما شافاها لي كتلون أبو أمه. الله. ما شافاها لي كتلون أبو أمه. ايه. واهق بي مالك غرض ما أهواك. الله الله. وانا واهق ويا شو تريد بالخدمه. الله. واهق بي. واهق بي. ايه مالك غرض ما اهواك. زين. وانا واهق ويا شو تريد بالخدمه. بقيت ويا ردت افتهمه يوصل وين. خوش. وقلت هل بتعد ايام وافتهمه. زين. وعلى هر النظر. ايه لا سمسم ولا ماش. ولا ماش. ايه وخلص فيلمه وانا ما مفتهم فيلم. الله. من خل طبعا من تخشن ويا ارتاح. الله. يطيحك من يشوفك حكيك النعمة. الله. يطيحك من يشوفك حكيك النعمة. الله الله الله. فدوى القلب. خلص فيلمه شلون؟ خلص فيلمه وانا ما وعلى هر النظر لا سمسم ولا ماشو. خلص فيلمه وانا ما مفتهم فيلم. هواي قعدت تباوع على فيلمه؟ اي هواي. مليت. زين. رجاء لحد قباله يجي باسم. شعار قاسي. فدوى القلب. مو الله يعزك. رجاء
لحد قبالي يجي باسمه. الله الله يسلمك. الله جرف جبت العمر ويناس اصلهم روج. شم صبرت عليهم ايش ما احميهم ويجازون بها؟ شم صبرت عليهم بعد؟ انت حكيم ايش وقت ومو حكيم ايش وقت؟ يعني حكيم ايش وقت بالمعضلات انه تصير المشاكل؟ والله انا دائما حكيم. زين إيه. تتخذ قرارك بسرعه هسه مثل هذا؟ اتخذت قرار بان إيه رجاء إيه؟ بعد لا حد يجيب اسمه إيه قرار نهائي. احيانا واحيانا يعني الله على شجاعتك بدول عمرك. الله على شجاعتك. الله يعزك. الله يخليك. الله على ابداعك. حكيم وصولك إيه؟ وصولك للنجوميه نعم. كان عفوي لو كان بتعب لو كان مجموعه من الاهداف بصراحه؟ والله هي كانت امنيه. أمنية. أيه. امنيه امنيه ان توصل الى حكيم. امنيه قبل لا اكتب شعر. زين. احنا البارحه من سولف بهذا الموضوع انا واصدقائي إيه. يعني امنيه كانت قبل لا اكتب شعر يعني اتمنى اكون فد ايش يعني سولف لنا سولف لنا بالتفصيل عن فد, فد اسم واصل يعني فد شيء هيك وما كنت انا اكتب شعر يعني زين ما اريد اوصل يعني لشيء محدد خوش اي يعني اريد اصير اسم زين اي المهم ف ببالك كان اسم تتمنى توصل مثله هيك شيء؟ لا ما ببالي. ما ببالك؟ اي ما ببالي. مجرد هيك انت مجرد هيك امنيه. زين اي امنيه بسيطه خوش اي الحمد لله والشكر بين ليله وضحاها ايه انعرفت والله وفقني زين والحمد لله والشكر. يمتى شفت روحك نجم؟ يعني من يعني يا سنه يا يوم شلون دخلت؟ لا لا انت شفت الناس مثلا تلاقيك اي يعني من خلال هذا انت تنعرف. حكيم الفريجي هسه عن حكيم الفريجي فرق كلش كبير قبل الامنيه. فرق كبير مو هيك؟ اي فرق كبير. بيا قصيده انطلق حكيم الفريجي للنجوميه. هي اول قصيده كانت هيش تصوير عفوي احتمال شايفه زين إيه لقاء عفوي يعني وي ولد انا مو بس الفيديو حتى قلبك شايفه في الدول قلبك الله وبعد قلبي يروح وي ولد فراس يعني زين. انتشرت القصيده مال الدنيا ما خلصت ولا ابو جاي بيك وراها ضربت مال قلولهم يعني وحده الماوقف الثاني الماوقف الماوقف لبضي جمس الماوقف لبضي جمس اي قل له ولا باكر له اليوم وقف لك الماوقف لك امس وقف لك اليوم ما ادري ايش اقول لك ها نفسيته هو والله هو نفسيته ها ما اختلف ها ابد ابد يلا خلينا نسمع منك احنا متشوقين نسمع منك فدوى لقلبك ان شاء الله نسمع قول انا التعبان انا التعبان زين انا التعبان انا المال خلق روحي اها متهيني فدوى اروح لك انا المحتار انا التعبان انا المال خلق روحي ايه انا المحتار انا المبتلي بجروحي الله انا التعبان يا دنيا انا التعبان من همي ايه من قد التعب والضيم صاير انسى حتى اسمي الله مرات اشتهي التابوت بس توقف بعين امي الله مرات اشتهي التابوت بس توقف بعين امي خلي بطون خلي يرحون اظل انا الحنين المستعز بيهم اظل انا اللي يطردونه ويماشيهم الله حنين وقلبه ما يطينا اذيهم الله ذهب مو سهل بديهم ذهب مو سهل بديهم اظل انا اللي يفز ملتشوم من ينجاب طاريهم الله وهذول اهل القلت والقال اذان الطرشه مطيه أظل أنا اللي يفز ملشوم من ينجاب طاريهم الله وهذول أهل القلت والقال إذا أنا الطرشة مطي أنا إنسان بلشم ترتاح بلشم ترتاح أنا إنسان بلشم ترتاح إيه؟ أنا اللي يحبنا خلي قلة تانيهم أنا ما أنصح بالضيم ما تأخذ النصيحة أنا اختاض وأراضيهم الله أجي شايل عتب وهموم واسكت من نلاقي أنا مو مثل هذا وذاك على هاطول هيغنتب أنا أحب العشق لو كان بيلك ما تهوي تعب الما حافر صفاح الشوق هذا مبين يتشذب الما بلل فراش الليل لا يقول أنا متعذب ما بلل الما بلل فراش الليل لا يقول أنا متعذب الله فدوى القلب الله الله يعزك شلون لو ما أمي مرات أشتهي التابوت بس توقف بعين أمي الله وايد خاف عليك الوالد إي والله تسمعك هواي ما تسمعت يعني أحيانا والله تفتخر بحكيم اليوم الحمد لله اكيد تفتخر يعني. حكيم وصل لهيك مرحله اكيد دعاء امك كان له تاثير عليك اكيد والله من جيت البغداد شنو نصحتك والله ما نصحتني شيء دير بالك واي دير بالك ايه؟ خلنا نسمع قصيده تهديها للوالده اهديها انت من اختيارك والله هي قصيده
بعدها انا مفكر بموضوع يعني جاي اكتب عليه اي بس يعني بعدنا ما اكملها بس هي عندها قصيده لها احبها تقول قالت له تعبانه وبوشت زين وشقت صدرها الونة اي وقلت لها يما بابخت تتعب ويقضيها البتش الجو جدمها الجن الله الى اخر قصيده الله يعني الله 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 يسلمك الله يخليك حكيم شاركت مسابقات شعريه نهائيا ابد ابد انت ضد المسابقات انا مو ضد المسابقات بس ما اشارك في المسابقات زين اي يا شاعر مثلك الاعلى شاعر مثل الاعلى تقتدي به دائما تتعلم من نصايحه الشاعر علال محمداوي المنتظر اي والنعم في دول امريكا زين شاعر يحفزك للكتابه من تريد تكتب تحسه يثور بيك الشاعريه ماكو ما انت اي بس انا مرات العفو مرات اسمع قصائد تحفزني على الكتابه مثلا قصيده ظلت ببالك مو حافظها مثلا بس عنوانها او مطلعها هي قصيده هي اعتقد الجبار شدود هي شاعر جبار شدود وقصائده هو هيك يعني بها بيتي يقول يا ما قلت لك يا ما قلت لك يا ما قلت لك لا تراف لا تامن ذيب على السكه وقمر دنياك غايب الله الله عليك الله وقصيده مال المرحوم كاظم اسماعيل القاطع مال فارقونا العفو نسيتها انا قلت الله على الشيطان غافلونا وباقوا العشرة غفل من بين يدينا اي هاي احبها القصيده وقلت لك انا اسمع مرات عبد الكريم القصاب هم يحفزنا على الكتابه اذا استعرض لك مجموعه من الاسماء من مدينه ميسان الحبيبه تعبر لي مو رايك وانما مدى حبك مدى شعورك من تسمع هاي الاسماء المهمه ان شاء الله الشاعر الراحل الكبير سعد محمد الحسن الله ابو سعد الله كبير شاعر كبير شاعر كبير يعني قال اكو ما اعتقد بروفيسور ما اعرف شنو زين قال لهم سعد محمد الحسن تعدى مرحله الشعر عبر مرحلة الشعر بحيث ظل شي يشوف قدامه يكتب. شعر كبير. لحقت عليه؟ لحقت عليه بس يعني ما قريت قدامه؟ لا. والله بعدني التوني يعني ما 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 تعرفني يعني الناس ولا هاي ولا انا طالع. شاعر فاضل غضبان الشاعر الكبير. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه شاعر كبير. انا خدر ضيم. ما خدرت شاي. ولو فرغ ساعات غوري. شاعر المبدع غزوان الغالبي الله سيد غزوان اخوي هذا الشاعر والمهوال عدي الكعبي شاعر مبدع والله الشاعر والمهوال ماجد الفياضي شاعر مبدع ومهوال مبدع والله طقوس المجر كانت سبب بشاعريتك بابداعك لهجة المجر اكيد يعني هاي اللهجة اللي تتعامل بها لهجة المجر بالذات لهجة مو يعني كل المجر يحكون هيك اكو يعني الريف يختلف يعني عن الولايه الولايه ما تحكي هيك حكي بس يعني احنا عندنا عشائر محدده تحكي بهاي اللهجه يعني مثلا تعرضت للنقد عشيره الفريجات عمامي زين قبيله ابو محمد يعني هم يحكون مثل هذا الحكي زين تعرضت للنقد من خلال هاي اللهجه لا ابد ابد انت على حبتنا الناس بلهجه انت مثل ما انت في دول قلبي مثل ما حكيم الله يعزك يا ريت متشوق لهاي اللهجه وكل الكادر وكل المصورين والمشاهدين متشوقين لهاي اللهجه الجميله اللي بقيت بيها مثل ما انت ما تصنعت ولا استغنيت عن لغتك بعد قلبك الراقي جدا خلينا نسمع منك حكيم نسمع غلطان بهواك اعترف للخشن شو مود الترف الله هو انا ما عد ذنب بس نيتي بس روحي كانت فاهيه يا العفت بيت كم جرح كلفات وينقطة ملح زين وياك ما ارضى بصلح لا وحق نيت الصافي الله حلفيت للظل ورحت زين ما شايف غياب او شفت زين صح انا عايش ما متت بس عايش بلا عافيه الله عايش على الله وعتتن والقلت ما يبكن بكن مر حتى لو شامت تجو حلف العين الغافية المن أردو بقلب رض يلتضحك وما لك غرض الله هذا أنا أدري يلتضحك وما لك غرض هذا نبت ما عد حظ صارت لعلوى الناصية الله ما دام عشرتنا زين. انتهت إنسان منا وانتهت
شو تفيد لو عشرة بقت وقلوب ما متصافية؟ الله. كلش بعد ما بيصبر. زين. لش مات ما أحمل بعد، لش ما تفرقك كافي. الله. رديت وخدودك حمر وأنا رجعت أسود وجه أشبه الجمرة الطافي. الله. هواي لك ما ينحشن وهواي لك ما ينسى وجروح ما متشافية وتريد أحن شلون أحن؟ أي. يل من كثر ما باكلك طيحت عين من الجفن. زين. شلون أحن؟ مثل القطف كنت تنسحك. خبزه وحرام ما ننسحك. خبزه وحرام ما ننسحك. منك كرهت اسم العشق. أبيض لكن كلك حزن. تريد أحن؟ الله. شلون أحن وحشاية سرتانة بلسن؟ كان عقب ما راح العمر. شا عقب ما راح العمر وعليك صاحبة السهر وبابكم ليلي يون وتريد أحن ما ريد روح الرادتك. زين. مكروه بعيون صرت كره البلاب ولا السجن. الله. وتريد أحن بطران بالمنطعن محد يحس يا فلان إلا المنطعن ما رد بعد منك تبت. زين. ما خاف بس منك خفت وخلينا أقول لك لا ترد من عشرتك جريت إذن. الله. لا ما أحن بطران حكيك مو عدل. زين. وسوالفك ما تنحمل تشلع مصاري من البطن. الله. وتريد أحن. ايه. شلون أحن تذكر قبل كنت تبكي دم وشكيلك وتضحك علي وتريد أحن لا والله من كون اندفنها ما أحن. هيهات. لا والله من كون اندف. الله. فدوى روحي. الله عليك. بعد قلب. الله على ابداعك يا عمري. الله يا حكيم. فدوى روحي. نيتك صافي شلون؟ لا وحق نيت الصافي. فدوى روحي. ونيتهم وياك بس الله. انت نيتك مو بس صافيه، نيتك بيضه. فدوى روحي. وانا ظليت ما ميز نيتي قد ما صافيه يسموني ماي. وانا ظليت ما ميز بين نيتك البيضه جدا وبين ثوبك الابيض. فدوى اروح لك. تحيه. الله يسلمك. الله يخليك. على تحيه لك. فدوى لقلبك. تحيه لقلبك. الله يهزك. اكثر وقت لكتابتك شو وقت؟ بالليل. اكثر وقت اي بالليل. اذا جتك قصيده بالنهار تهجلها الليل؟ ما اكتبها. تكتبها اي بس مو مثل ما تكتبها بالليل. لا هو بعد الشعر من يجيك ما بي فرق عن ليل ولا ليل ونهار. زين. اي والله يعني قد تطول عندك القصيده؟ تطول يعني احيانا تطول اسبوع تطول قصيده بيومها. الحسره قد تطول عندك؟ حسره وانا دائما حسرات. القصيده ما تطول بالنهايه تكتبها. اي الحسره من تطول وين تذبها؟ والله روح للزياره لو لك طقوسك الثانيه. يعني هي كان ولا طقوسك يعني اصدقاء تقعد وياهم مثلا تضحك تسولف لهم همك. اي اسمع مرات اغاني. اي زين شوي ارتاح. منو من اصدقائك تحسهم لهم تاثير عليك؟ تاثير والله هواي اصدقاء انا هواي احبهم. زين تذكر اسماء لو خاف يزعلون؟ خاف تزعل البقيه. والله والنعم منك. فدوره لك. والنعم منك. الله يعزك. اليوم شو تشوف الشعر حكيم؟ الشعر الشعبي اليوم يمر بازمه يمر بتألق يمر بنجاح؟ والله هو في أحسن الأحوال. في شوف الشعر اليوم صراحة اليوم الشعر وخاصة الصراحة خاصة هاي السنوات اللي جت جابت السوشيال ميديا يعني اليوم البيزود يطلع روحه هذا إعلام عفيق مو عفيق كوشة. والله والله البيزود يطلع روحه. ايه موجود فيس. زين. موجود يوتيوب. ايه موجود قنوات تلفزيونيه ما شاء الله عندنا اليوم هواي برامج. شو تقول للشاعر المتكتر وكسول ويقول لك مكتف بكلمه انا مظلوم؟ انت ظالم روحك. انا مظلوم. انت ظالم روحك. انت هسه منترد عبد الكريم القصاب الف تحيه له. الف تحيه. ينعد وكاظم اسماعيل القاطع. الف تحيه. الناس اللي ما تدري يقولون مظلوم اعلاميا يذبون اللوم عليه على مقدمي البرامج وعلى البرامج هاي مال التلفزيون. هو لا هو عبد الكريم القصاب ما يطلع. شلون انا احطه ايش حطت عباي؟ انا احط حشايته حطت عباي وندل اللي يشريها وندل سوقها. الله الله. ناس ما تعرف تحط ذيك على هاي وحتى ما تندل مكان حلوك. الله. شفت هيك ناس ما تندل مكان حلوك؟ واي واي والله. فقلت لك جبناها على يقولون انا مظلوم. فعبد الكريم القصاب زين حتى ما رجال ما يطلع. ما ادري يعني فهذا المفروض ما يقولون مظلوم وظالم روحه. انت كنت قصاب لكثير من الاسماء؟
شلون؟ كنت يعني محيت اسماء من ظهر حكيم الفريجي، انمحت اكو اسماء كانت مستيده على الوضع ونجومية حكيمة زاحت كثير من الاسماء؟ لا ما اقدر اقول هيك، هذا السؤال للجمهور مو الي. انت لمست من خلال ما اقول ولا احكي ولا جواب على السؤال والله. زين هذا الجمهور بعد يحكي، الجمهور يحكم. اي بس ما اعتقد هيك حكيم محل نجوم، ماكو هيك حكي. اها الجمهور ايش قد يحب حكيم بالمية؟ والله اذا مو مية تعرف انت يقول اليوم عبد الحسين الحلفي الراحل يقول الزين يشوف روحه بعين ناسك. صحيح انت بعين ناسك ايش قد بالمية؟ والله اذا مو 100% ف 80% 90%. اه والله جايب قوة بعد غير اقول لك انا هذا جاي اشوفه. ايه شوف ناس تحبني يعني، الدليل ما الحمد لله وشكرا ما مأذي واحد ولا يوم تهجمت على شخص ولا انا علي قصادي. بس انا ادري اكو ناس يكرهونك، ما اقول لك بيهم ما اقول لك بيهم الا لما ناخذ فاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود مره اخرى.